الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. حذر الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى من تأخر وزارة الزراعة بتسليم مستحقات الفلاحين. وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي أن 70% من فلاحي ديالى لم يستلموا مستحقاتهم حتى الآن، على الرغم من مرور أشهر على تسويق محصول الحنطة لوزارة التجارة. أضاف التميمي أن وضع فلاحي ديالى صعب وقاس جدا، وأن أزمة الجفاف تضرب بقوة أغلب المناطق في ديالى، مطالبا بتحرك عاجل وفوري من قبل المسؤولين لحل مأساة شريحة كبيرة من الفلاحين. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة ببغداد، فيما ارتفعت في كردستان العراق. وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148,100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي. وانخفضت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147,500 دينار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 148,450 دينار. ارتفعت أسعار النفط مع زيادة الطلب نتيجة بقاء أسعار الخام والفحم والغاز مرتفعة وقرب موسم الشتاء. وارتفع خام برنت 20 سنتا ليصل إلى 84.54 دولارا للبرميل الواحد، كما ارتفع خام التكساس الأمريكي 33 سنتا ليصل إلى 82.75 دولارا للبرميل، بعد أن صعد 0.2% في الجلسة السابقة ونحو 10% في هذا الشهر. قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تواصل حث أعضاء منظمة أوبك بشأن مسألة إمدادات النفط، في حين يعاني الأمريكيون من أسعار مرتفعة للوقود. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الحكومة الأمريكية تعالج أيضا العوامل اللوجستية لإمدادات الطاقة، وتستخدم كذلك كل الأدوات التي تحت تصرفها. وأضافت ساكي أن لجنة التجارة الاتحادية تحقق أيضا في احتيال محتمل لرفع الأسعار. وفي الأثناء قالت مصادر من مجموعة أوبك بلس إن التزام المجموعة بتخفيضات النفط تراجع قليلا إلى 115% في أيلول الماضي. هذا وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار الأمريكي لتلامس 9.315 ليرة لكل دولار. وخسرت الليرة التركية 20% من قيمتها هذا العام، وتم تسجيل نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي، عندما بدأ البنك المركزي إعطاء إشارات تيسيرية رغم ارتفاع التضخم إلى نحو 20%. وبلغت عملة البيتكوين أعلى مستوياتها في 6 أشهر، وصارت على مقربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق. ولقيت العملة الرقمية الدعم من تقارير أفادت بأنه تم إنشاء صندوق لتداول عقود البيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة. وارتفعت البيتكوين وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 1.5% خلال التعاملات الآسيوية، لتصل إلى 62,991 دولارا. هذا وقال محللون العملات المشفرة إن عقود البيتكوين الآجلة ارتفعت، مشيرين إلى احتمالية ارتفاع الأسعار الفورية إذا استمر التدفق النقدي. إلى اللقاء.